هذا خويا من امي الجمعه اللي فاتت اليوم 12 يوم باش توضر لينا. ومريض ومبيتو خفت عليه على الزنقه، خفت عليه على الزنقه يبات في السمر. وكاين السمر ومريض فيه داك الفضق مسكين وتيخاف. انا تنطلب من الناس الله يجازيهم بخير اللي لقاه يعيط ليا ولا يركبو يصيفطو غير السبت. كل بلاصه كل نهار تيقولوا لنا راه في بلاصه شفناه هنا شفناه هنا شفنا. السلام عليكم، انا سميرة بوناجي، انا هذا خويا من امي توضر لينا، دار ركب من السبت ركب في طوبيس، دار شي كار شي شاوة ما نزل. الجمعة الجمعة اللي فاتت اليوم 12 يوم باش توضر لينا. كل بلاصة كل نهار تيقولوا لنا راه في بلاصة شفناه هنا شفناه هنا شفنا. توضر مشى في الكار، كار ما نزلو حتى لشي شاوة. من ينزلو في شي شاوة خرج لهاد عند في هاد البلاصة ديال جماعات هديل، لقاه مع 12 الليل هاد السيد اللي صوروا لينا في الفيس اللي لاحوا لينا في الفيس، لقاه هاد صندالتو في ايدو. سولو قال لي سميتك؟ قال لي سميتي مصطفى. قال لي شكنيتك؟ قال لي كنيتي بالهضار. قال لي منين نتايا؟ قال لي من جمعة سيد العروسي. قال لي هاك تاكل؟ قال لي ما بغيتش. زاد بحالاتو صافي لاحوا لينا. حنا عرفناه نهار الثلاث بالثلاث عرفناه بما صيفطوا لينا هاد السيد. كون ما صيفطوش لينا هاد السيد ما غنعرفوش حنايا بما كاين في شي شاوة ولا كاين في شي بلاصه، ما غنعرفوه توضر وما غنعرفوش فين كيف مشى. صافي بقينا تنقلبوا تيقولوا لنا شي شاوة، مشينا شي شاوة، مشينا سيد المختار، مشينا لاي بلاصه ما لقيناش في داك النواحي. عاوتاني مشينا لثلاث ليغو تيقولوا لنا في الطريق، تنقلبوا ما لقيناش. هاد الشيء اللي كاين اخويا. هو يا مريض مسكين، مريض بحال كايب، تيمشي فيه شي مرض خايب ولا شي حاجه، هو تيهضر غير بوحدو، ما يضرب ما حتى حاجه. هادشي اللي كاين عايش بوحدو. تنمشي عندو انا نهار الحد تنبدل ليه تنصبر ليه تنجي تنخليه بخير وعلى خير. راه دير لي عائلتنا البال تمايا الدراري عائلتنا في الدوار، راه دير لي البال تيعطوه الماكله بحال لا طيبوا شي حاجه زوينه تيعطوها لي. هو تيعمر اتاي تيسد الدار تيسورتها زعما تيمشي للسبت تيترزق الله تيعرفوه الناس كل شيء تيعرفوه في السبت. ماشي زعما السبت ما عمرو دار بحال هكايا مشى لشي بلاصه. راه 60 عام دابا، راه عمره 60 عام مني ماتت امي. دابا ماتت امي عامين وزياده وهو معايا. تنمشي عندو كل صيف من الاعياد تنجيبو يعيد معايا، ما فيه حتى شي حاجه، تيجلس تيجمع تياكل زعما ما فيش شي حاجه خايبه. عاد هو في داك هذاك الهضره تيهضر بوحدو، ملي تيتزمت تيبغى يفرغ بوحدو. دابا كان عندي دابا شي 20 يوم برك معايا 20 يوم بغيت نفتح ليه نيت عندو الفضق. طيبت ليه وريقاتو كل شيء، تسناو غا الطبيب مني عطانا قال لي نطنعيط عليه. قال لي اختي ديني راني تزمت وديني للدوار. ديتو رجريفات صيفطو في الطوبيس مشى لحد الاخر. مشيت عنده لقيتو نيت، قلت لي مالك يا مصطفى؟ قال لي دارني غير راسي غنمشي للسبت. قلت لي لا ما تمشيش للسبت، انا طيبت لك غديوتك وصايبت لك ديت لك مسائلك غنبدل لك حوايجك دابا تغدى وضرب عليك بنعسه حتى الغدا وسير للسبت. السيمانه الجايه بالجمعه صافي مشى بحالاته ما بقيناش لقيناه. مشينا قلبنا خويا ما كاينش. تيقولوا لنا كاين في هذه البلاصه، ملي تنمشوا لهذيك البلاصه تيقولوا لنا تيقول لنا بعد شي واحد راه شفناه في هذه البلاصه، هذا الراجل راه شفناه وما تلقاوش ما كاينش. اي بلاصه قلبناه تيمشوا عائلتنا كاملين تيقلبوا عليه، كاملين تيقلبوا عليه. كل مره كل نهار تيمشي واحد البلاصه، كل مره تيمشي واحد ما كاينش. دابا تنطلب من الناس اللي شافوا
وعارفه راه مريض مسيكين وراه ما تيضرب ما والو، اللي لقاه يشدو عنده ويعيط ليا في هاد النمره، نعيط عليا نمشي نجيب، راه خويا محطمني، راه محطمني بزاف مع مريض ومريض، ومبيتو خفت عليه على الزنقه، خفت عليه على الزنقه يبات في السمر، وكاين السمر ومريض فيه داك الفدق مسكين وتيخاف. انا تنطلب من الناس الله يجازيهم بخير اللي لقاه يعيط ليا ولا يركبو يصيفطو غير السبت، هو تيعرف السبت اللي لقاه الله يرحم ليهم الوالدين، من ناحيه هو اللي تبدل عليه السبت صافي تي ما يعرفش، هو عمرو ما مشى لشي بلاصه، خدم شي بلاصه بعيده ولا لا ما تيعرفش، السبت بحال دابا تيهز مع الناس ويدوروا معاه صافي، ماشي شي خدمه اللي غايد، هو معروف في السبت، معروف معروف مصطفى، مصطفى معروف، نتوجه ليهم اللي لقاه يعيط ليا، يعيط ليا على خويا راه محطم عليه، وراه الله اللي عالم عليا من جهته كيف دايره، انا كون لقيت نطير ونمشي نقلب عليه دار برا دار، واني انا ما عرفتش البلاصات اللي فيها ما عرفتش، دابا تنتوصل الناس اللي لقاه يعيط ليا ونمشي نجيبه ولا يصيفطوه ليا للسبت، الله يرحم ليهم الوالدين الله يجازيهم بخير، هادشي اللي تنطلب منهم. اشترك الآن في قناة أشواق تي في وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تي في جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.